استاذن كباتن الكبار ونروح لارض الملعب ومراسلتنا هنا ابو القاسم ولقاء مع احد نجوم الفريق وافضل لاعب عفوا وافضل لاعب في مباراه اللي فاتت، يمكن من افضل لاعبين المنتخب على الاطلاق، لاعبنا احمد عادل. اتفضل يا من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام. ألف مبروك لكل الجماهير المصرية، فوز منتخبنا الوطني على منتخب تونس 30-25 والتأهل لفاينل كأس الأمم الإفريقية. يعني الحقيقة اللعيبة كالعادة كانوا رجالة وقدموا مباراة كبيرة، وزي ما حضرتك قلت يا كابتن معي في هذه اللحظات واحد من نجوم مباراة النهاردة الحقيقة اللاعب أحمد عادل. في البداية طبعا ألف مبروك الفوز في المباراة النهاردة، الحقيقة أنت عملت مباراة كبيرة جدا، عايزينك تكلمنا بقى عن الأجواء. طبعا الحمد لله الواحد فخور جدا ان هو بيلعب هنا في البطوله في مصر. النهارده اجواء بصراحه احنا مش مصدقينها، حاجه تحفه. كنا مستنيين دعم الجمهور من اول البطوله، بس ده كان اهم ماتش، الناس كانت متاخره لحد البطوله دي. الحمد لله شايفين الاجواء جوه، الناس مبسوطه قوي، يعني الحمد لله على المكسب وبنهديهم طبعا المكسب دوت. الحقيقه ان احنا عايزين نقف عند نقطه الجماهير، احنا شايفينهم بيشجعوا الحقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه في المباراه، بيشجعوكوا وبيهتفوا باسم مصر، عايزين نعرف ده ازاي بيكون حافز وبيأثر اكيد وليه تأثير على النتيجه زي ما فزتوا النهارده. طبعا اهم حاجه الاجواء، يعني الناس كلها شافت الاجواء من غير جماهير والاجواء بجماهير، الموضوع طبعا مختلف جدا. لعبنا كاس عالم هنا في مصر من غير جماهير، الموضوع طبعا كان صعب، لو بدعم شويه جماهير كنا وصلنا في حته ثانيه في ماتش الدنمارك. الموضوع دلوقتي يعني هو بريشر على اللعيبه عندنا، بس في نفس الوقت احنا بنحاول نحافز، حافز مهم جدا ان احنا نكسب البطوله على ارضنا وسط جمهورنا. الموضوع ده بيبقى بوينت لينا، ادفانتج لينا، والناس اللي احنا استغلناه بصراحه النهارده كويس جدا قوي، وبنشكر طبعا الجمهور على الحضور. عايزين نرجع تاني للمباراة، أكيد مباراة النهاردة مباراة كانت صعبة، يمكن استعدتوا لها بشكل قوي جدا، فعايزينكم تكلمونا عن استعدادات ليها، كمان استعداد نفسيا، لأن أكيد تونس خصم قوي لمصر. طبعا احنا بنستعد للبطولة دي من قبل ما البطولة تبدأ، طبعا بنحضر لها من بدري جدا، واخدينها خطوة خطوة، بنحضر كل بيعملوا إيه. أهم حاجة عندهم، أهم قوة عندهم الدفاع، الهجوم، شوف البوينت الويك بوينتس عندهم. قدرنا نلعب على الموضوع ده كويس جدا لحد اخرهم النهارده الصبح، كنا برضو عاملين فيديو. والناس بصراحه انا شايف الناس طبقت الكلام ده على اكمل وجه، سمعنا كلام باستور، الموضوع يعني حلو جدا، انا شايف الموضوع يعني اتنفس في الملعب 100%. اخيرا بقى عايزين رساله للجماهير قبل مباراه الفاينل، مستنيينهم في الفاينل طبعا، نفرح كلنا ان شاء الله مع بعض. شكرا جدا يا كابتن. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع النجم من نجوم مباراه النهارده، طبعا مباراه منتخبنا الوطني ومنتخب تونس في سيمي فاينل البطوله، وتاهل منتخبنا المصري لفاينل كاس الامم الافريقيه. اكيد معانا مزيد من اللقاءات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، اداء مميز يا احمد، ويمكن زي ما انتم شايفين يعني اللاعبين مستنيين الجماهير، وكان ده حاجه جيده، التفاعل مع الجماهير المصريه المحبه لكره اليد، واللي فرضت نفسها كره اليد النهارده انها تبقى لعبه الشعبيه الثانيه على مستوى مصر باداء المنتخب، بالاداء الرجولي للمنتخب النهارده. خش على السوشيال ميديا شوف كل المتابعين ازاي بيشيدوا باداء منتخب مصر.